حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. اللي حب يتصل بينا أرقام البرنامج اللي تظهر أسفل الشاشة، أيضا أرقام برنامج ظهرت حاليا على أسفل الشاشة، اللي يقدر يتصل على أي رقم من هاي الأرقام يتصل ويشرفنا ونسمع صوته ورأيه. الرقم اللي ظاهر حاليا على أسفل الشاشة هو رقم مخصص لبرنامج الواتساب، أي شخص ما يقدر يتصل بينا يبعث لنا رسالة أتمنى تكون متبوعة باسمه ومكانه حتى أقدر أقراها وأقولها للناس أنه هي جاية من فلان ومن فلان مدينة أو فلان دولة. حلقة اليوم أو قبل ما أبدي بالحلقة، الفيديو اللي شفتوه هو ساحة التحرير صباح اليوم. اليوم على الرغم من الإجراءات الحكومية القمعية، على الرغم من اللي دا يصير ببغداد، على الرغم من اللي دا يصير بساحة الخلاني وبالوثبة وبساحة التحرير وعلى جسر السنك وعلى جسر الأحرار وعلى جسر الجمهورية، على الرغم من دا يصير كل اللي دا يصير ببغداد وبالناصرية وبالنجف وبكربلة وبالبصرة، اليوم أكو تحدي من المتظاهرين، تحدي من ثوار ثورة تشرين، خصوصا من متظاهري المحافظات اللي وصلوا إلى بغداد إلى ساحة التحرير تلبية للمطلب أو للدعوة اللي دعت إلها لجنة تنظيم المتظاهرات في ساحة التحرير، لأن تكون هنالك تظاهرة كبرى في بغداد في ساحة التحرير اللي تعتبر هي مركز لثورة تشرين. بداية قبل ما أبدي بالحلقة والتحديات وشون وصلوا وما أعرف شنو، كل العالم عرفوا أنه وجدوا أمس في محافظة الأنبار مقبرة جماعية بها الكثير من الأشخاص. هيئة علماء المسلمين اليوم نشرت بيان حول هذا الموضوع وقالت أن العثور على مقبرة جماعية بالفلوجة يكشف حجم المجازر الحكومية والميليشياوية، والهيئة أكدت ببيانها أنه بعد اكتشاف هذه المقبرة بمدينة الفلوجة لم يسمح السياسيين ما سمحوا لي أي أحد، خصوصا يقول لم يسمح سياسي ومحافظ الأنبار بمقدمتهم ما يسمى رئيس البرلمان لذوي المغيبين بالوصول للضحايا والوصول إلى هذه المقبرة للتعرف على هوية المغدورين، ورجحت أنها تعود لمختطفين من المحافظة على يد الميليشيات الإجرامية. والهيئة قالت أن هناك مقابر جماعية أخرى بالفلوجة بمناطق البستنة وقرب مركز شرطة النعيمية ومنطقة الشهداء، وحملت حكومة العبادي وميليشيات الحشد ومساندها من سياسيين ومسؤولين في بغداد والأنبار المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم. أول اتصال ويانا بالبرنامج اليوم صالح من دهوك، حياك الله يا صالح. هلا أستاذ، هلا هلا بيك، تفضل أخويا. هيا ودوم إن شاء الله. هلا قلبا وقلبا الشعب العراقي، نعم، ويا المتظاهرين رضا يرحم الشهداء مثواهم الجنة إن شاء الله، يطلبون حقهم. نعم الله يستر العراق والعراقيين ان شاء الله، قلبنا ويا المتظاهرين. نعم ان شاء الله الله ينصرهم واخر واحد ان شاء الله يطلع القرارات و ايش ما يريدون ينالوا ان شاء الله. نعم نعم، شكرا شكرا لك اخ صالح. عندي اتصال اخر من الكويت، سعد حياك الله يا سعد. حياك الله استاذي يا محرم يا النسمي الغالي. استاذي بالنسبه للغاز مثير للدموع يجب على البرلمان منعه فورا. نعم. وكذلك النائبات المحترمات الغالات، وكذلك المرجعية اللي هو السستاني، عليه أن يبادر بسرعة وبأقصى سرعة يمنع هذا الغاز المثير اللي دمر حياة المتظاهرين والمحتجين يا أستاذي، لأنهم يطالبون بحقوقهم، وكذلك أيضا منعه منعا باتا يا أستاذي، لأنه ليس من صفات المسلمين والأخلاق والإنسانية
ومحرم دوليا، وكذلك أيضا يا أستاذي مخالف للدستور والأعراف الدولية والأنظمة. وآخر الكلام تحياتي لك يا أستاذي يا محترم يا غالي. حياك حياك، تحيا ودوم، أشكرك أخ سعد. من مصر مصطفى السيد، حياك الله يا مصطفى. أيوة، السلام عليكم أستاذ حسن. عليكم السلام والرحمة والإكرام. اسمح لي أولا نترحم على أرواح الشهداء، المجد نعم. والخلود والرحمة والعزة والشرف لشهدائنا الأبطال. نعم. وندعو الله عز وجل بالشفاء لإخواتنا الجرحى والإفراج لإخواتنا الأسرى والحرية للعراق وللأمة وللإنسانية. أما يا سيدي بالنسبة للمقبرة اللي اكتشفت في الفلوجة يا سيدي، شيء متوقع وعارفينه، عارفين القتلة الخونة قتلوا مئات الآلاف بل الملايين، ولسه هتكتشف مقابر للأطفال وللنساء والشيوخ والمقاومين الأبطال اللي قوموا المستعمر الأمريكي المجرم القاتل الدموي. نعلم يا سيدي نعلم، وكل الشعوب تعلم قتلهم وجرائمهم، ونحن نستنكر هذا العمل البربري الهمجي من قبل ما يسمى الأحزاب المجرمة العميلة الخينة اللي خانت العراق وخانت الأمة والإنسانية. يا سيدي احنا قلوبنا اتحرقت، احنا يا سيدي ما كان المفروض النهارده نروح ندمه نضحوا بأرواحنا فداء لأبونا، فداء لأبو العروبة اللي حرر أوطاننا، اللي حمى الخليج وحمى مصر وحمى الجزائر وحمى فلسطين ودافع عن الأمة. يا سيدي احنا فقراء الأمة، ولكن لا نملك الا ان نقول ربنا ينصرك، ربنا ينصرك ابونا، ربنا ينصرك يا ابو العروبة والإنسانية، يا ابو الفقراء والأيتام، يا ابو الشجاعة، يا اللي علمتنا الشرف، يا شريف يا شريف يا بطل. عاش العراق وعاشت الأمة العربية وعاش أبطال العراق، والمجد والعزة والشرف لكل عراقي ينضم وينحاز إلى ثورة التحرير الكبرى البطلة اللي قاموا بها الأبطال خواتنا وأهالينا من جميع الأديان وجميع المذاهب. احنا معاكم والشعوب تحييكم، والمجد والعزة والخلود لحضراتكم، وأنا أشكر سيادتك جدا. شكرا شكرا لك مصطفى. أبو أحمد من النجف، حياك الله يا أبو أحمد. حياكم الله حياكم يا قناة العز والشرف. حياك وبياك، تفضل يا أخوي. يا قناة والشرف المقدمين، أنت يا أستاذ عمر وكل المقدمين قناة الرافدين، يسلمك ربي. الحق أقولها من النجف من مدينة علي ابن أبي الله عليه، أقول وهاي أول مرة أقول من مناطق الجنوب، هيئة العلماء المسلمين هي الممثلة للشعب العراقي جنوبا وشمالا، والله أقول هذا وأنا بالغ، والله هي ممثلنا لأنها هيئة إسلامية عربية. هذا أولا. عن الجرائم التي اكتشفت في الرمادي، فالفضائح الجرائم هي سلسلة من فضائح جرائم الميليشيات. أخي مقبرتين، هناك مقابر في الصخر المغتصبة من ميليشيات الخزعلي وهادي العامري، هذه المقابر من الحكومة والأمم المتحدة والبعثات الدولية، هذه المقابر تقدر بعشرات المقابر، يوجد بها أخواننا أهل المحافظات الغربية، أخذوا وعدموا ووضعوا. يا أخي هذا يدمي القلب. أما بخصوص هذه الثورة والتحدي، نحن نقول لو يذهب مليون شهيد هذه الثورة والانتفاضة لن يا قيس الخزعلي وهذه عاملي، نحن لا نبالي، نحن الآن خضناها. مليون شهيد هم يريدون أولون أن يحرفون التظاهرات. الآن الباسيج والإطلاعات الإيرانية من تشجيب ومن تشجيب بغداد وبالديوانية تجي أرسام بهم، وناس متسوسين من الأحزاب بأمر من قاسم سليماني. نعم. حتى يكون الوضع مثل سوريا. هم بعد ماكو على أهل الجنوب مساكين منهم بيهم، هم يريدون يا أعمامي يا أهل البصرة والعمارة سفل أشرف وكربلاء والناصرية، الآن هم طاعون للباسيج للحرس الثوري
يريدون فعل بالجنوبية كما فعل بأهل سوريا والمدن السورية المدمرة. هذا الإيراني المدمر الخبيث يتهموننا بأننا ناس خارجين على القانون ونحن إرهابيين. سيأتي اليوم يقولون إرهابيين مندسين دخلوا بين على هذه المحطة ما يكبر تدميرا. أما كلامي الأخير أناشد الفرد، نحن من النجف يجب أن نبرر ذمتنا يا أخي. هذه الميليشيات التي أمام فعلته الميليشيات المناطق الغربية نحن براء منهم، براء من الدم، براء من دم الذئب. أخي المجازر والمقابر الجماعية تملأ جرف الصخر. طيب. لماذا الحدوث؟ وأنا أوجه آخر كلمة. نعم، شكرا 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 لك أبو أحمد. ويانا من ديالة هم أبو أحمد، حياك الله أبو أحمد. أبو أحمد من ديالة، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخوي. أبو أحمد من زاخو مو من ديالة. أبو أحمد من زاخو، والله كان قبلك هم أبو أحمد من ديالة وهسه وياي أبو أحمد من زاخو، تفضل أخوي. عيني رولي حبيبي. أشكرك. الحمد لله، الرحمة على شهدائنا. اللهم آمين. رسالة الوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش. نعم. رسالة، يشتغلون خلي يشتغلون خدم عبد قاسم سليماني، يروحون فدوة اثنينهم، يروحون فدوة الوزير الدفاع السوداني. شعبهم عين قتل قدامهم، هم مثل الحريمات يأخذون تحية لقاسم سليماني. حيف 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 هو هذا الجيش العراقي كان ألف حسوة. هاي الرتب اللي خلوه على كتابهم، والله هذا مو شمري، والله هذا ولك الطخو ابن الشمر، والله ما حد يعرف ابن من جايبيه بنسوي وزير دفاع تقولي نفسه شمري، ولا شمر ما يقبلوها، عشيرة رائعة ما يقبلوها. ما عيب عليك تستحي على نفسك، شعبك أي قتل ميليشيات عتقتل بشعبك، أنت نايم ويا مرتك، ما عيب. يا غانمي، مو انتم عراقيين؟ اذا انتم عراقيين ليش تقبلون هالشيء هذا؟ نعم. كلتنا ويا المتظاهرين. نعم. هل دجل المنافقين خليه يشالون؟ والله ايمتى ما يطلبون ان احنا كلتنا نجي عليهم. والله يرحم شهداء وممنون وخلف الله. شكرا عليهم. شكرا لك ابو احمد. ويانا وليد من الفلوجة، حياك الله يا وليد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ممكن مشاركة؟ وانت على الهواء مباشرة، تفضل أخوي. نعم، جزيل الشكر. احنا بالنسبة لإيران، احنا إيران هي دمرت العراق. نعم. من بدايتها ولحد هاي اللحظة، من سنة الثمانين للثمانية وثمانين داج بيهم صدام حسين والعراق، وريد انتخمون هالسنة بالعراق من ذاك الوقت. واحد أوجه كلام سليماني. نعم. أقول لحنا ابن الرجال الماتي دنك يوم، أنا ابن الشجاعة والشام عنواني، أبعد صدر ديوان وصدر القوم، ما خذت يميني ولا شمالي، أنا ابن الفشق للمرجع عنوان، وقت الكرم والطيب أنا، أنا الحمية تكتعد القوف يزمعت عرفنك من لساني. وشكرا جزيلا لإشادة قناة الرافدين، وشكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا لك أخ وليد، ولا شكر على واجب، هذا واجب قناة الرافدين اتجاه شعبها واتجاه بلدها، ومدى نسوي غير الواجب باتجاه هذا بلدنا. مشاهدينا الكرام، بخصوص المقبرة، مصادر محلية وصحفية قالت أنه المقبرة يوجد بها أكثر من 100 جثة معصوبة الأيدي ومعصوبة الأعين، أعدمت من مكان قريب رميا بالرصاص بمنطقتي الرأس والصدر، ووجدوا أنهم معصوبين الأعين والأيدي مثل ما قلت، وأن المقبرة وجدت بالقرب من معسكر طارق ضمن منطقة بحياتها ما كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة ما يسمى بين قوسين داعش، وأنه المقبرة تحوي رجال وأطفال.
هذا فيما يخص المقبرة اللي وجدت البارحة بمنطقة أو بمدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. أما في خصوص ثورة تشرين ما زالت مستمرة، الزخم دا يزداد على الرغم من كل الإجراءات القمعية اللي دا تسويها الحكومة والميليشيات. اليوم المتظاهرين ببغداد والمحافظات واصلوا تظاهراتهم، ما زالوا مرابطين في ساحات التظاهر، اللي موجود بالتحرير موجود، اللي موجود بالخلاني موجود، اللي موجود بشارع الرشيد موجود، اللي موجود على جسر السنك، على جسر الجمهورية، بالأحرار بالنسبة إلى بغداد ذولا، وأيضا في مناطق أخرى. أما في النجف موجودين في ساحة ثورة العشرين، في كربلة في ساحة التظاهر ساحة التربية، في الناصرية ساحة الحبوبي وباقي المناطق في الناصرية، وأيضا في البصرة موجودين في ساحة التظاهر هناك، وميسان وذي قار قلناها، كثير من المناطق العراقية اللي ما تحضرني أساميها حاليا موجودة بها التظاهرات وما زالت مستمرة. لكن الإجراء اللي صار اليوم هو تحدي الشعب لآلة القتل العسكرية القمعية اللي تواجه بها الحكومة والميليشيات. هذا الشعب الأعزل اللي ديجي شاي العلم ويقول أنا أريد وطن. اليوم محافظات الجنوب دزت ناس ومتظاهرين إلى بغداد، هنا صار التحدي إلى الميليشيات وإلى الحكومة وإلى آلة القتل العسكرية. أبو عبد الله من بغداد، حياك الله يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذ؟ شلون صحتك؟ بنعمة، أنتم شلونكم؟ الله يسلمك والله وديك، احنا نطرحها معك مشاهدة. اللهم آمين، تفضل أخويا. الله يسلمك، والله احنا نحكي على هاي الأحزاب الفاسدة اللي هاي الأبرياء. نعم. اي والله اللي ذبح ثوابنا ودمرونا، وهذا هذا الشمر المزرعه اللي سواها بالناصريه، وهسه كل يعني احنا كل جمعه جايين جازر عندنا هنا، وهاي الاحزاب تفرض علينا. نعم. انقطع الاتصال ويا ابو عبد الله من بغداد، شكرا جزيلا لك. وأيضا كان من المفترض أن تدخل ويانا من الكويت مريم، وانقطع الاتصال وياها، أتمنى ترجع حتى نسمع شنو اللي كانت تريد تقوله، وأتمنى المزيد من الاتصالات من الشعب العراقي ومن باقي الشعوب العربية وباقي الموجودين واللي يسمعونا على كافة أرض، على كافة بقاع الأرض. ما يحصل اليوم قلنا هو توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير في بغداد لمشاركة في تظاهرة مليونية متحدين التهديدات اللي أطلقتها الميليشيات، وسط تشديد من قبل المتظاهرين بوجوب أن تبقى هذه التظاهرات سلمية حتى إسقاط النظام وتحقيق المطالب اللي تطالب بها هذه الثورة، ثورة تشرين. أبو عمر من السليمانية، حياك الله يا أبو عمر. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هذه المجزرة طبعا قام بها هذا الجيش القذر وهذا الشرطة القذرة الاتحادية وهذه الميليشيات الطائفية القذرة، وكلهم طائفيين. نعم. قسما بالله هذول اللي ينادون بغني الجبوري واللي ينادون بهو بيساعدي يسوي له صنم ونعبده ونزوره، اقول لهم لعنة الله عليكم، هذول هم المكارثين في قتلهم، زين هم المكارثين في قتل هؤلاء، وكلهم طائفيين قذرين، كلهم كانوا كلاب الإيران، ماكو واحد ماكو كان كلب يا إيران، أنت إيران من سنوات تقاتل على حدود الإيران العراقية الإيرانية، تريد تدخل جوا ما تقدر تدخل جوا، أنتوا اللي دخلتوها، زين يا طائفيين يا قذرين أنتوا اللي دخلتوا الإيران، خليتوا تحتل خليتوها تحتل العراق. دينيا وسياسيا واقتصاديا وماليا وصناعيا وزراعيا، سلمتوا ايران بيديكم، هسه جاي تطلع لي تقول لي ايران برا برا، ولك روح استعي على نفسكم، اليوم طالعين بالمظاهرات يقول احنا ما نريد نطب للمنطقه الخضراء، يا بلعد على صار الشارع النص، هاي التضحيات هاي الشباب ضحكتوا عليها عبر الجسر الجمهوريه والاحرار وجسر السنك عبروها
بس ابو عمر هو المتظاهر واللجنه ويقول لك اني ابو عمر المتظاهرين واللجنه يعني تنسيق التظاهرات في ساحه التحرير واللي القائمين على هذه الثوره يقول لك احنا مشكلتنا مو اللي موجودين بالمنطقه الخضراء لانه عارف عدوه مو ذوله يقول لك انا عدوي بطهران انا اذا طبيت راح يبيدوني فاني ابقى هنا حتى احقق مطلبي حتى لا هم يوصلوني ولا انا اوصلهم الى ان اخلص من ذوله ومن ذوله. شو بقول لك استاذ عبد؟ نعم. نهايتها لا مظاهرة، أنا بحياتي كل قاري تاريخ وأني مدرس تاريخ، أنا ما سمعت حد محتل بلد إنه يطلع بشعارات إيران برا برا، ما يطلع. إيران ما تطلع من سابع المستحيلات، ضحوا إما حرب شوارع بالسلاح، وإما تدخل أمريكي بالسنة القادمة خلال شهرين ثلاث شهور القادمة، واحد من الاثنين. زين ما تطلع بالشعارات هاي يعني ما سمع بالتاريخ كل من ايام حمرابي الله يرحمه ونبي المخن نبخذ نصه الى هذا يطلع لك هسه متصل عربي على اساس من الكويت تعال يقول المرجعيه مالتك هاي فارسيه مجوسيه وهندوسيه. طيب شكرا لك ابو عمر، عندي اتصالات كثيره اعتذر منك، لكن ثورة الشعارات والثورة السلمية اللي صايرة بالعراق هي ثورة يعني بها شيء غريب عن باقي ثورات العالم كله، بسلميتها قدرت تحقق كثير من الانتصارات، أولها نهاية الطائفية بالعراق. أبو مالك من أمريكا حياك الله يا أبو مالك. الله يحييك أستاذ أفل، شلون صحة؟ نعمة. حبيبي أستاذ أفل تحياتي لكل كادر القناة. حياك الله. أستاذ أفل هاي الدماء اللي سالت بالسنك والخلاني والمحافظات وكل شارع بالعراق يتحملها المرجع السيستاني والكربلائي والصافي لأن هم أنشأوا هاي الميليشيات الفتوى ويجب عليهم أن يحلوها بفتوى بما أنه هم ساكتين ما معناه متواطئين مع إيران وهم مرجعية تابعة لإيران وهذا الحشد وهم دا يعرفون كل زين منو دا يقتل هاي المتظاهرين ليه ساكتين ليش ما يحلون هاي الميليشيات ويعرفون الحكومة ما تسترجي أن تحرك أي ساكن مع هاي الميليشيات. طيب كل الوزراء ورئيس الوزراء من ضمنهم مهدد من قبل الميليشيات فعلى المرجعية أما أن تنطي فتوى وتحل هاي الميليشيات وأما الرأي العام العراقي يقول هم تابعين لإيران. نعم. شكرا شكرا ابو مصطفى من السليمانيه حياك الله يا ابو مصطفى. السلام عليكم استاذ اخوي. هلا بيك. والله انا يا اخوي احنا مهجرين تقريبا صار 6 سنوات. نعم. لا حد سال علينا لا حد. نعم. ابو مصطفى؟ ايوه. مجرد ايه جره الصخارة اي احد ما دعا به اي شاب من شاب قاعد به لا احد يقدر يرجع له محافظ الحلة يقول رجعوا جره الصخر اي نفر من جره الصخر. نعم ايه أدبي كتائب حزب الله أي واحد ما يقدر يوصله. نعم. المعتقلين أهل جرف الصخر طيبين وين راحوا؟ نعم. أي والله تقدر تبحثون في هذا الموضوع إعلام أي شيء. نعم. شكرا لك أبو مصطفى. مشاهدينا الكرام يعني ابو مصطفى يقول انا النازح من جرف الصخر صار لي اكثر من 6 سنوات يعني باماكن النزوح عايش وما حد سال علينا ما حد رجعنا، نعرف قضايا النزوح وقضايا النازحين ونعرف شلون تتعاملهم الحكومه والميليشيات والكل يعرف انه الميليشيات دا تمنع النازحين من العوده الى مناطقهم خصوصا المناطق اللي ادعوا هم حرروها وصار لهم اكثر من سنتين يدعون انهم انتصروا على تنظيم الدوله لكن ليش الناس ما رجعت شيء غريب وما حد يعرف عنه. تظاهرات اليوم أو اليوم التظاهرة المليونية بساحة التحرير هي تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان
لكن أي حقوق إنسان موجودة بالعراق راح نحكي عليها بس وراء هذا الفاصل. فاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم. الفيديو اللي طلع بعد الفاصل هو ما نقوله، واحدة من أكبر انتصارات ثورة تشرين هو إلغاء الطائفية وعودة الشعب العراقي مثل ما كان قبل، أو مو عودته، انتصاره على ما أرادت هاي الطبقة أو الطغمة السياسية الحاكمة أن تأسس بالعراق وأرادت أن ترسخ بالعراق وهو الطائفية. اليوم اللي شفتوه هو وقفة مسيحيي العراق مع أخوانهم الثوار، شاهدتم جميعا شجرة عيد الميلاد بالنسبة إلى الأخوة المسيحيين في العراق وتحياتنا لهم. لم تتزين بزينة أعياد الميلاد في كل سنة، لكن زينوها بصور شهداء التحرير أو شهداء الثورة. ويانا اتصال من الموصل، أبو عمر، حياك الله يا أبو عمر. أهلا قال، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا قبل كل شيء الرحمه شهداء الثوره والشفاء العاجل للجرحى ان شاء الله. اخي العزيز، المرجعيه علي السيستاني انطى فتوى بالجهاد وتشكيل الحشد الشعبي. نعم. ومن ضمن الحشد الشعبي شكلت الميليشيات اللي هي تابعه لايران طبعا. فأخي الواجب أنه من المرجعية أنه تنظر إلى حال هذا الشعب. اليوم صار شهرين يعني الشعب منتفض، والقتلى الشهداء وصلوا إلى أكثر من 500 شهيد، والجرحى ما يقارب 18,000 جريح. نعم. أليس من الواجب الشرعي كمرجعية تدعي أنه أنها علماء دين تنطي فتوى بحل كافة الميليشيات ووضع السلاح حصرا بيد القوة الأمنية؟ نعم. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية أخي، بالنسبة لأخوتنا الثوار، يعني الاستمرار بالسلمية وعدم الانجرار وراء المكايد اللي جاي يقودونها الساسة بأحزابهم، يبدو أن المتظاهرين يعني فاهمين هاي النقطة بالذات. نعم. يعني دا يحاولون أنه يسحبون المتظاهرين إلى دخول الخضراء أو حمل السلاح أو ما شابه ذلك حتى تكون شرعية لهم لقمع المظاهرات بالكامل. طيب. فنرجو من أخوتنا أنه يتوعون مثل هكذا أمور. نعم. وبالنسبة لنا الغربية والموصل، ضروبنا وياهم، وفي حال لا سامح الله أنه تنجر الأمور إلى مجرارها، احنا ما راح نظل نتفرج، راح نكون فداء لأخوتنا بكل العراق وبدون ذكر مذاهبهم، كنا عراقيين. صحيح. وأتصور وإن شاء الله يعني إحنا بهاي الثورة شبابنا حققوا نصر 75% وما بقى إلا 25%. 75% هي القضاء على الطائفية بالكامل. اليوم ماكو شيعي وماكو سني وماكو يزيدي وماكو مسيحي. اليوم أكو عراقي.
صحيح. واحنا نشكركم طبعا قناة الرابدين، شكراً يعني شكراً انتم فخر للعراقيين حقيقة. هذا واجبنا. شكرا شكرا لك ابو عمر. مريم من الكويت رجعت لنا، حياك الله يا مريم. الله يحييك، يسعد مساك اخوي افل، وجزاك الله خير على هالبرنامج وعلى قناة الرابدين الحلوة اللي قاعد نشوف الافلام اللي قاعد تطلعونها عن الشهداء. الله يرحم الشهداء اللهم ان شاء الله في جنات النعيم، قتلانا ان شاء الله بالجنة وقتلاهم ان شاء الله في نار جهنم. اول شيء انا اقول لك يا اخوي افل، هي المظاهره دكت حصون ايران، دك خلتهم هزتهم هز، صار فيهم الواحد ما يثق باحد، ما يثق لا باخوه ولا باحد. بس انا عندي اقتراح، ليش ما يسوون عمليات استشهاديه داخل ايران، يدوسون على ايران، يضربون المواقع الرئيسيه اللي فيها علشان هي تروح تلها في بلدها وتترك العراق. كم شهيد راح من العراق؟ وينكم يا المحافظات؟ في ناس قاعدين ببيوتهم مراضين يطلعون، طلعوا حرروا البلد، حرروا العراق، العراق اليوم محتاجكم يا ناس، طلعوا من بيوتكم. هذا الشهداء اكرم منا جميعا، اطلعوا وحرروا العراق. هذا حقد ايران من الثمانينات على الحرب، لما دك صدام حسين طلعوا من بيوتكم. الله يخليكم يا ثوار يا شجعان، والله افتخر فيكم، والله انا كويتيه افتخر فيكم. يعني ملابس عاريه بهالبرد بهالشوارع ركض وضرب، واتمنى يوصلون للروس الكبيره. انت يا الخنزيري سليماني ويا الوائلي ويا العامري، شنو خذيتوا من العراق؟ كلتوا فلوس العراق وبعد ذبحون شعبها، ما بقى شيء بعد، ما بقى شيء. الحين عليكم تحرير البلد. أنا عندي السلاح بالسلاح أخوي أفل، هذه الطريقة، سلاح بالسلاح. إذا هم كذي قاعدين يسوون مع المتظاهرين كل يوم 500 300 400، شو العالم راحت؟ سلاح بالسلاح أخوك مريم، هذا اللي تريده إيران، العن أبو إيران. مو إذا شالوا سلاح راح تصير حجة لهم وراح يبيدوهم كلهم. يعني أخوي أفل هذا حرام، الشباب قاعدين يروحون بال 500 و600، عندهم أهالي عندهم زوجات عندهم عيال، ما في اصيد الروس الكبيره بس. نعم الروس الكبيره بالسلاح، اسوي عمليات استشهاديه يا اخوي، بل هذا هو الحل الحقيقي، بس هذا هو. طيب واتمنى يصير، اتمنى. انا قاعده على احر من الجمر والله، من الصبح لليل وانا قناه الرافدين ما فارقتني. طيب ترك جميع القنوات، حبي للعراق. طيب. بلد العراق. شكرا شكرا لك اخت مريم، وشكرا الى شعبنا العربي بالكويت وبمصر وبالسعوديه وبكل دول الوطن العربي. قبل الفاصل حكينا انه التظاهره المليونيه اليوم في ساحه التحرير اللي دعت لها لجنه التظاهرات تتوافق وتتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، لكن اي حقوق انسان؟ حقوق الانسان بتعذيب المتظاهر اللي طالع اعزل وطالع شايل علم وكمامه وبطل بيبسي ويقول اريد وطن؟ قتل المتظاهر بأكثر وأبشع الطرق بالكترات والسكاكين وسيوف وقنابل دخانية، وشفناها أول مرة بتاريخ العالم كله شفنا القنابل الدخانية شو تسوي وشو تشوه بالناس، والرصاص الحي، تظاهرة سلمية من شعب تواجهها برصاص حي. أي حقوق إنسان باختطاف الناشطين؟ وأمثلة كثيرة على اختطاف الناشطين والناشطات، واللي لقوه بثلاجة مال خضروات، واللي لقوه مقتول، واللي لقوه مشمور، واللي لقوه متعذب، واللي لقوه شو ما لقوه. اغتيال الناشطين، وقبل يومين آخرها صارت بكربلاء والنجف. أي حقوق إنسان موجودة بالعراق؟ حقوق إنسان هو ما يقدر يحكي، ما يقدر يشرب مي مثل الأوادم، ما يقدر يأكل، ما يقدر يتهنى بكهرباء، ما يقدر يتهنى بأمن بمنطقته وبمدينته وبلده. اي حقوق انسان هو يريد يروح يسوي له ابسط معامله اللي هي هويه احوال مدنيه لابنه او البته اللي جاي لحياه توه عمره كم يوم، يدفع رشاوي يا ابو رشاوي حتى يطلع هاي الهويه. اي حقوق انسان موجوده بالعراق؟ هذا اللي طلعوا عليه المتظاهرين. علي من الناصريه، حياك الله يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخويا. نشكركم، نشكر جهودكم، نشكر هاي واحنا منتظرينكم يوميا، والرحمه والخلود والشفاء العادل للجرحى. نعم
وبالنسبة للأخ أبو عمر من أهل الموصل، أهل الموصل تاج على روسنا ومقدرين موقفهم. نعم. إذا يريد يطلعون راح يتهمونهم بالدواعش، وهم أنفسنا العظيم نعرف ومقدرين موقفهم جيد جدا. نعم. وحاسبين حسابهم ونعرف هم وقفتهم ويانا اليمت. ما اريد منهم اي شيء، نعرف قلوبهم معنا، احنا متاكدين 100% وما اريد يتاذون اكثر من التاثير. ادري هسه هم متهجرين واطفالهم متهجره امرين، يكفي اللي شافوه، الباقي هذا علينا، هذا ما رده لهم. وبالنسبه للاخت مريم من الكويت، نعم حسابنا الكل شيء، خل تسمعني هي. بس احنا ما نصل العيرانيين، احنا خلنا نرجع بلدنا بايدنا، وتعاملنا وياهم حاسبين حسابه مثل ما هي تتوقع، لا بالازيد. احنا حاسبين حساب شيء، احنا سلاح ما نريد سلاح، احنا سلاح قلنا عندنا كل شيء، ما نحتاج سلاح وما نريد القتال هسه وما نخاف، احنا نقدر نسقط المعارضه الجنوبيه وبعد وشنو الفائده؟ احنا بالقانون وبمجلس الامن الدولي بحقوق الانسان، وراح نذلهم ونطلعهم نسح، نذلهم بسلميتنا بصبرنا بثقافتنا بدراستنا بكل الاحوال، هم بصبرنا بثباتنا. ولا ينسون احنا قطره دم طاحت بارض العراق من التظاهرات او هناك بالمناطق الغربيه والشماليه، اللي صار بالمناطق الغربيه وبالموصل، اللي راحوا اللي تغيبوا خايفين، هذا كله راح يطلع. هذا حان الوقت. نشكرك انت شخصيا وللعاملين على هاي القناه، خسرتوا هاي وقفة العراقيين، هاي المنتظرين عندكم، كانوا هم جاي القناة قبل، واحنا انا احكي لك صدق كانت الناس مصدقة، بس هسه ثبتت وطنيتكم واحنا كنا غلطانين، مو أخي غلطانين علي من زاود على احد ولا احد يزاود على احد ابدا. شكرا لاتصالك وشكرا لكل اخواننا في كل محافظات العراق من زاخو الى الفاو. علي من الناصرية، تحية خاصة إلى أهالي الناصرية وإلى أهالي محافظة ذيقار، ذيقار اللي إلها صولات وجولات ضد إيران، وإيران تحسب لها ألف حساب. شكرا شكرا جزيلا لك، ولا تشكرنا على واجب، هذا واجبنا تجاه الشعب العراقي. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، تحية حب واحترام لقناة الشعب الشجاعة، مشتاقين لك أستاذ أفل، نورت الشاشة، أشكرك. تشلاب مروح أبو حمزة من ذيقار قضاء الفهود، أردت وطنا أفضل، سعيت للحرية، حلمت بحياة كريمة، لم أسعى للموت مقتولا، أردت أن أعيش فوق تراب وطني لا تحته. أتمنى أن تقرأ رسالتي، قريتها وتتدلل. تحية احترام وتقدير إلى صوت الشعب، نبقى منصورين على الخونة، ربي يحفظ شبابنا، قلبنا معكم. أم فهد من أربيل، تحية رسالة أخرى، تحية طيبة لكم، السلام عليكم، وتحية لقناتكم الوطنية صوت الحق، وألف تحية لثورة تشرين المجيدة، والرحمة لشهدائنا وشفاء لجرحاهم، واللهم فك أسرى مختطفيهم، وندعو الله أن يزلزل الأرض تحت أعدائهم ذيول الفرس المجوس من حكومة وأحزاب وميليشيات طائفية، والنصر قادم وقريب بإذن الله، اصبروا ورابطوا والله ينصركم. أخوكم زياد العزاوي من هولندا، تحية لك أخ زياد. تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق، نورت أستاذ أفل عزيز صبرا، فالأماني مقبلات تكاد تكون عن قرب، تكاد أليس الفجر يطلع من ظلام ونور الصبح يسبقه السواد، نصرا من الله وفتحا قريب إن شاء الله. تحياتي لكم، أخوتكم الثائرة مريسة جعفر المهنة، أم حيدر من ذيقار المشلبية، حياك الله. أم خالد من الكويت، السلام عليكم، أعتقد أنه كافي الأرواح الكثيرة دا تروح المواجهة إلى السلاح. من أمريكا رسالة من عماد فيصل، تحية لقناة الرافدين وكادرها الوطني، يوما بعد يوم يشتد عزم الثوار على التغيير الجذري للعملية السياسية الفاشلة منذ عام 2003، أهدر دماء العراقيين ونهب ثرواته، فلا تراجع، الرحمة لشهداء العراق.
السلام عليكم. العراق يحكمه الآن ميليشيات مجرمة تابعة لإيران. أنا أخوكم من مصر، تحياتي لك وشكرا لك. تحية لك أخي أفل ولقناة الرافدة. ما يقتل المتظاهرين عزل أمام أجهزة الدولة هم أجهزة القمع والميليشيات في ساحات التظاهر، وكثير شباب تعرضوا للقمع بقنابل الغاز المسيل والرصاص الحي، وهناك مقاطع وشهود يؤكدون ذلك. الجيش مع المتظاهرين وليس ضدهم. رسالة من الإمارات لكنها تطول، أعتذر عن عدم قراءتها كاملة. مساء الخير قناة الرافدين عزيزة، الله يرحم الشهداء والله يأخذ حق الشهداء من الحكومة الفاسدة، وشكرا لقناة الرافدين اللي خلينا نشوف هذا الحادث أول بأول وإحنا بالغرب، وشكرا على كادر اللي عايش بالرافدين اللي يشتغل بالرافدين. أنا نيران من ألمانيا، تحية إليك. أتمنى أخ أفل العزيز تقرأ رسالتي. تحية طيبة لقناة الرافدين المنبر الشريف. خرجوا وما نزع الرصاص قلوبهم، بل زاد جمر مضيهم، فتسعروا فسالوا دماء وستفاض أنفسهم وقضوا حياتهم ولم يقهروا. تحياتي أخوكم الثائر رزاق شنيع مزيد من ذي قار المشلبية مزيد. السلام عليكم. تحية لقناة الرافدين المجاهدة صوت الحق، الرحمة لشهداء العراق والشفاء العاجل لجرحاه. تحية لثوار تشرين الأبطال، رفعتوا راسنا، ربي ينصركم على الطغمة الفاسدة. ليش مستغربين وجدوا مقبرة جماعية بالفلوجة؟ عشرات المقابر موجودة للحشد، قتل ما قتل من أبناء الشعب وعبث بالأرض فسادا. الله ينصر الثوار وتسقط الحكومة عاجلا أم آجلا. عاشت الثورة وعاش الثوار الأبطال. أم مريم من السيدية. تحياتي واحترامي لكم ولقناتكم الشريفة. هذه حكومة الميليشيات الإرهابية الفاشية من استلامهم، وهم يقتلون بالشعب بالفتن والتفجيرات، وهم ذيول الفرس المجوس. نقول لهم هيهات من الذلة والنصر للعراق وأسود الرافدين قريبا بإذن الله. لهفة من ألمانيا. رسالة أخرى. السلام عليكم من عبد الخالق الناصر. أشكر قناتكم الرائعة الكريمة. رجاء كونوا إخواني العراقيين أن لا يحملوا السلاح، لأن بعد ما يفيد السلمية ما تفيد. أن حملوا السلاح لأن السلمية ما تفيد. أخذوا هواي من شبابنا، أريد منكم أن تأخذون ثارهم، أن كل واحد يضرب المتظاهرين أن تطلقوا عليه النار، لأن ما أريد أسوي فتنة، بس بعد ما نتحمل نخسر ولدنا. أحبك يا عراق بكل ظروفك. الله يحميكم يا العراقيين يا أحلى وأحسن ناس، ويفرج عنكم كربتكم. رسالة أخرى. شخص متصل كثيرا، أعتذر ما أقدر أستقبل رسائل، عفوا اتصالات على برنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة على أرواح شهدائنا الأبطال، والمجد والعزة لقناتكم ولكل عراقي غيور، والخسة والذل والعار لكل سياسي فاسد وخائن للبلد وأعوانه. أم حسن من بغداد. الدكتور حسين كريم أبو كلل من النجف. يجب تشكيل لجنة من الخبراء في القانون، أساتذة جامعات، قضاء، محامين وخبراء في الاقتصاد والاجتماع والسياسة، لتعديل نصوص الدستور لجمهورية العراق. هاي أولا. ثانيا، يجب إلغاء قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لعام 2013. ثالثا، إلغاء قانون مجالس المحافظات والأغذية. رابعا، إلغاء كل النصوص القانونية الخاصة بتقرير امتيازات مالية أو اعتبارية أينما وردت لأعضاء مجلس النواب والوزراء والمستشارين والدرجات الخاصة. شكرا الدكتور حسين. السلام عليكم. الله ينصر المتظاهرين ونخلص من الحكومات الفاسدة. أم سعد من أربيل. خويا العباس عليك تقرأ رسالتي. السلام عليكم. الله لا ينطي كل واحد إلى إيد بقتل هاي الشباب عمار وعادل عبد المهدي وإيران. أنتي برا السبب بقتل المتظاهرين. وين المرجعية؟ وين الحكومة؟ وين الأمان؟ الله لا ينطيكم يا الحكومة. شنو موقعكم؟ عسى الله لا ينطيكم إن شاء الله أي عافية. شنو شغلكم متسلمين حكومة وحامين الوطن؟ احموا الشباب، مشكولة ذمتكم ودماء دماء الشهداء برقبتكم. شكرا. السلام عليكم. أحيي قناة الرافدين الرائعة، هي القناة الوحيدة اللي نقلت الحدث. أخي الكريم، ما يقتل بدم بارد هذا ليس عراقي، صدقني هؤلاء إيرانيون. وأي عراقي ولاء الإيران؟ أخوكم عمار العقابي. شخص زلزلنا عاجل يقول إطلاق نار وقنابل غاز بالوثبة وحالات اختناق وجرحى 14 متظاهر لحد الآن، والميليشيات متواجدة قرب جامع الخلفاء، والرصاص الحي وقنابل الغاز يطلق بشكل كثيف على المتظاهرين. نتأكد من عنده إن شاء الله. السلام عليكم. أكو فيديو وصلني قلت أرسله لكم، بس ما أعرف صحة الفيديو. أي فيديو يوصل للسادة المتشاهدين، عفوا المشاهدين، أكو رقم موجود أسفل الشاشة في خط النيوز بار تحت نافذة أنت ترى، أرسله وإن شاء الله إحنا نتواصل وياكم مباشرة.
رسالة أخرى عاجل أيضا يقول من ساحة الفردوس، الفنادق اللي موجودة هناك مليانة أفغان ومع إيرانيين. السلام عليكم، أعزي عوائل الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، والله ينتقم من الظالم، ربي يحفظ العراق. أخذكم شروق من قضاء الأحواز، حياك الله أخو شروق وإخواننا الأحوازيين العرب الموجودين في منطقة الأحواز المحتلة من إيران. تحياتي الحارة إلى جميع الثوار الأبطال، أنا أخوكم الحزين على شهداء الثورة أبو أحمد من الأحواز، حياك الله. مرحبا أخ أفل، تحية طيبة لقناتكم، الرحمة والغفران لشهداء الفلوجة المقبرة الجماعية، حسبي الله ونعم الوكيل على ذيول إيران المجوس، وأكيد ذولا هم وراها وإن شاء الله قرب يومهم. بالنسبة للأخ أبو عمر، نحترم رأيك بس المية أفضل، ما نريد ننطيهم مبرر لقتل شباب أكثر، وهم حاولوا يحرفون المظاهرات لحرب أهلية وما نجحوا، وإن شاء الله الله بسلميتنا من تصرين، وربي يحفظ العراق من شمال الجنوب. أنا إيمان من النجف، حياك الله. سلام عليكم، بصدق عن تجربة، إذا لم يكسر صنم المرجعية الذي يستعبد الكثير من الناس في العراق فلا حرية حقيقية، لأن خيوط اللعبة كلها بيد المرجعية الإيرانية المتمثلة بالسيستاني وابن رائد النجفي. وسلامي للأخت الأصيلة مريم من الكويت. تحياتي لكم ولقناتكم الشريفة، اللهم انشر السلام على شباب الثورة، اللهم انصر الثوار الأحرار السلميين الأبطال، اللهم بحق صاحب الزمان عجل بفرجه ونصر الشعب العراقي، الميليشيات وعصابات الفاسدة إيرانية لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. السلام عليكم لكل كادر القناة الرافدين البطلة الوفية، أنا أخوكم مصطفى المالكي من البصرة، أحييكم وأحيي متظاهري ثوار تشرين. مشاهدينا الكرام، يوجد الكثير من الرسائل بعد ما قدرت أقراها، أعتذر منكم لأن الوقت أدركني، وأشكر كل من اتصل على برنامج من العراق من الداخل والعراقيين الموجودين بالخارج وباقي إخواننا العرب اللي اتصلوا بينا، وأشكر أيضا المتابعين اللي جالسين خلف التلفزيون. ما زال ثورة تشرين مستمرة وزخم الثورة يزداد والمتظاهرين مصرين، لكن شنو الكلمة راح تكون؟ أكيد يمهم الجواب. نلتقيكم على خير إن شاء الله، في أمان الله.